دافع الصلب الذي صال وقال وأجاد وقاتل من أجل أن يحافظ على دفاع الفريق، ومعه أبناء الحاضرين هنا في أرضية الملعب. سيد عبد الله اللي غير مركزه السيد جسوالدو فريرا وكان عنصرا أساسيا، رؤى في نقد في بعض الأوقات ولكن في النهاية ظهر معدنه سيف الدين الجزيري أو زي ما سماه الكابتن أيمن يونس الخديوي اللي ظهر وأثبت أنه هو مهاجم من طراز فريد. قدامنا هنا عبد الله جمعة الظهير الأيسر اللي لما كان بيشارك كان بيدي يعني أداء رائع. يوسف أوباما النجم يوسف أوباما، وهنا قدامنا محمد عبد الغني كقلب دفاع تألق، كلاعب وسط ملعب تألق أينما احتاجه الزمالك يجده. ابن الغالي سيف فاروق جعفر نجل الكابتن فاروق جعفر، وإن شاء الله يبقى على خطى والده أيمن حفني واحد من اللي جلبوا البركة لنادي الزمالك في الموسم الماضي وفي هذا الموسم. محمود علاء المدافع، عمر السعيد المهاجم المميز، وهنا قدامنا إمام عاشور لا يخلو من المناوشات. إمام بص واخد خربوش كده في رقبته في الماتش، إمام عاشور اللي قدم موسم رائع. ويوسف أسامة نبيه النجم الممتاز والنجم الكبير اللي ينتظر مستقبل باهر. محمد طارق وحسام عبد المجيد المدافع الصلب اللي يعني قدمه بشكل رائع في هذا الموسم السيد جسوالدو فيريرا. كتبت أيضا في الأهرام الرياضي وكانت عنوانا خالدا، ومن الذي لا يحب الزمالك؟ وبالفعل ومن الذي لا يقدر الزمالك؟ محمد نديم سليل العائلة الزملكاوية المخلصة، أحمد فتوح، إسلام جابر اللي يعني في مراكز كتيرة كان بيحلها، حمزة المثلوثي اللي حاتم بطيشة قال لك خد حقنة، يعني خد حقنة لهيطة، بالفعل حقنة لهيطة هي اللي غيرت الكثير في أداء حمزة المثلوثي في هذا الموسم. ويعني اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني، أحمد السيد زيزو أحد أهم نجوم الموسم في نادي الزمالك هذا الموسم. أحمد السيد زيزو ما شاء الله عليها بنته أيلة اللي حاضرة هنا في أرضية الملعب معه، محمد عبد الشافي الخلوق، محمد عبد الشافي المحترم، محمد عبد الشافي واحد من أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم المصرية الذي لن ينساه الجميع. حازم إمام اللي حاضر مع أبنائه هنا في أرضية الملعب وبيحي رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. محمود عبد الرازق شيكابالا الأباتشي اللي متواجد هنا في أرضية الملعب مع